في حكم؟ لا مفيش حكم. مفيش حكم عادة في العالم له شعبية كبيرة، يعني مش هتلاقي حكم كل الجمهور بيحبه. عادة الحكم ملوش جمهور، يعني كده كده لو انا اتغلبت هقول الحكم ده كان وحش، لو انا كسبت هقول الحكم ده كان حلو، وما بقولش كمان كان حلو لو انا كسبت، يعني اللي هو ايه تمام اداني حق وخلاص، لكن لو خسرت هقول وحش كده كده. فالحكم في العالم كله ملوش شعبيه. بس احنا عندنا حكم مصري ممكن اقول لك بين قوسين كده، مش هقول لك مثلا انه الجماهير تعشقه وتهتف باسمه، ولكن هو مقبول عند معظم الجماهير المصريه. لما تشوفه في الملعب مش هتبقى قلقان، مش هتبقى متوتر، مش هتبقى قلقان يعمل اخطاء، مش هتبقى قلقان خالص، تبقى حاسس انه ايه الامور هتمشي ان شاء الله بشكل سليم. عشان كده دايما اختيارات لجنه الحكام سواء الحاليه او السابقه لما بييجوا يختاروا حكم لمباراه الاهلي والزمالك يقول لك ايه، هو دايما من ضمن الترشيحات على الاقل ان لم يكن هو اللي بيحكم، راجل محكم ماتشين اهلي وزمالك في الاخر اهو. النهارده خد جائزه افضل حكم في مصر عن مؤسسه دار التحرير، وده برضو تقدير كويس من مؤسسه دار التحرير ان هم يكرموا الحكام. الحقيقه الحكام بيتنسوا في التكريمات الكتيره ديت، فهو يستحق هذا التكريم بكل تاكيد. الكابتن الكبير كابتن محمود البنا حكمنا الدولي المصري. كابتن محمود مشرف ومنور، الف مليون مبروك حبيبي يا استاذ كريم. يعني انا سعيد ان اولا انا موجود معاك النهارده، يعني هي مداخله اتاخرت كتير لكن في الاخر الحمد لله ان هي جت في ميعادها. يعني ثانيا يعني بصراحه المقدمه دي كتير عليا يعني، لكن في الاول والاخر انا مبسوط قوي ان انا موجود معاك النهارده. ده شرف ليا يا فندم، اقل من حقك بكتير. شخصيه محترمه زي حضرتك واعلامي بارز وموفق دايما ان شاء الله. اشكرك يا فندم، الاول مليون مبروك الجائزه النهارده، تستحقها عن جداره يعني. الله يبارك فيك، متشكر جدا لحضرتك والحمد لله رب العالمين. يعني زي ما انت قلت حضرتك ان كويس ان الاستفتاءات في الاخر ما بتنساش الحكام، لان دايما زي ما انت بتقول الحكام دايما موجه ليها الانتقاد دايما. صحيح. طيب ليه الحكام عندنا، وده يا كابتن محمود فرصه نفضفض مع بعض، عشان دايما لو انت بتتابعني انا بميل قوي لقصه الحكام دي. الحكم لو لم يوفق في مباراه يقول لك الحق وكوارث ومشاكل، لو الحكم وفق في مباراه ما تلاقيش سيرته اتجابت خالص ولا انه عمل حاجه كبيره خالص غير من كام واحد يعني. هل الحكام مظلومه في الـ في الـ في الحكم او التقدير؟ يعني انا اميل للراي ده، ان الحكام بصفه عامه في العالم يعني بيبقوا اكثر، يعني في مثل انجليزي بيقول للراجل اللي تحبه ان تكرهه هو الحكم. صحيح. لكن في مصر انا بشوف ان الحكام مظلومين اكثر نظرا للشعبيه الكبيره طبعا لكره القدم، وفي نفس الوقت ان العقليه اللي بتشوف ان الحكام دايما وللاسف الشديد ده بيكون موجود ان هم موجهين، وده يعني في جميع دول العالم غير موجود. لكن ان الحكم زي ما انت بتقول عنده توفيق وعدم توفيق زيه زي لعيب الكوره زي المدرب زي اي حد في مجال كره القدم. صح. ممكن يكون في يومه ممكن ما يكونش في يومه. الحكم برضو في كفاءات مختلفه، في قدرات مختلفه، زي ما في لعيب موهوب ومدرب موهوب وبيسكن موهبته ده عن طريق الاجتهاد والاطلاع دايما على الجديد. نفس الكلام بالنسبه للحكم. في حكام موهوبه، في حكام مصنوعه، في حكام بتثقل نفسها عن الجديد سواء بدنيا او فنيا، لان التحكيم في الاول والاخر دلوقتي اصبح علم ما عادش اجتهاد. يعني كل واحد بيشتغل مع نفسه، بل بالعكس ده في كل يوم في جديد. صح. بس فانا بعتقد ان التحكيم زي ما انت بتقول في مصر مظلوم فعلا. مظبوط جدا. طيب نقطة تانية في منتهى الأهمية، بحس دايما إنه الحكم المصري مقدر جدا في البطولات الدولية، البطولات الأفريقية، البطولات العربية، وما شاء الله احنا بننجح كمان نجاح باهر جدا في هذه المباريات. الوضع هنا بيبقى أصعب شوية، وهكلمك بصراحة أكتر يعني، وأنا عارف إن أنت تتحدث بصراحة، إنه نفس الحكم اللي بيتألق جدا بره هو الحكم اللي ممكن يبقى عنده أخطاء صعبة هنا في الكرة المصرية. هل ده ليه علاقة بالضغوط ولا إيه أسبابه؟ دي نمره واحد، الضغوط طبعا، لان اساسا شغل التحكيم هي اساسها اصلا الضغوط، يعني احنا دائما معرضين للضغط ده. ممكن اوربك في موجود في البلد او يعني الضغوط بتلاقيها دايركت مباشره في الشارع، في السوشيال ميديا، في كل مجال، يعني تقدر
تشوف الضغوط دي موجودة عندك هنا في مباريات كبيرة. ممكن في بعض الأحيان تأثر على بعض الحكام، مش كله طبعا، وعلى أدائه داخل الملعب. ضغوط جماهيرية يعني حتى وإن كنا ما وصلناش للعدد الكامل في الملاعب للجماهير، لكن أنا بشوف إن تأثير وضغوطات السوشيال ميديا في العصر الحديث هي أصعب من ضغوطات الجماهير في المدرجات، لأن يقدر أي حد يوصل لك، ممكن في أي وقت وفي أي لحظة. لكن أنا بشوف إن الضغوطات الجماهيرية داخل الملعب مش بالعكس، الحكم بيحتاج الجماهير في الملعب زيه زي لعيب الكورة بالظبط، لأنه الأجواء دي حتى إحنا لما بنخرج بره في المباريات الكبيرة سواء خاصة في شمال أفريقيا، الجماهير هناك بتعمل يعني جو غير طبيعي. يعني أنا كان ليا الشرف إن أنا لعبت فاينل بطولة عربية كان طبعا بين اتحاد جدة والرجاء، وقبلها لعبت الوداد والرجاء في وسط حوالي 50 أو 60 ألف متفرج. الأمور كانت رائعة زي ما أنت قلت، أدينا مباريات كبيرة رغم إن الجماهير كبيرة داخل الملعب، لكن أدينا بأداء يعني أعتقد إن هو نال واستحسان كل المسؤولين يعني في الوقت ده، حتى في الشارع المصري نفسه. أنا لغاية دلوقتي وأنا بروح المغرب أو في أي مكان بيكلمون عن نفس المباراة. طيب بالمناسبة تواجدك في أي مكان، يعني التفاصيل النفسية دي والمعنوية بحب أعرفها قوي، لما تبقى ماشي في الشارع بتقابل ناس بيتكلموا معاك إزاي؟ يعني أنا كريم، أنا الإعلامي أو أي حد بيشتغل في الإعلام كل ما يقابلنا حد يقول لك الحكام والحكام والحكام، لما الناس بتقابل حكم بقى وحكم كبير زي محمود البنا بيقول لك إيه على التحكيم في مصر؟ وأنت بتقول لهم إيه؟ يعني شخصيا في الشارع المصري بالعكس الناس كلها بتقابلنا بترحب جدا، انا شخصيا الناس كلها بتقابلني بترحاب كبير جدا في جميع الاماكن. عظيم. كله بيطلب مننا يتصور، كله ممكن يهزر معانا بكلمه، انتوا طب انتوا بتيجوا علينا شويه، أيوة. طب انتوا مش عارف مين ايه كده، لكن كله عن طريق الهزار يعني، لكن ما قابلناش حد اجريسيف قوي يعني. بنقابل طبعا اكيد بيحصل، لكن مش الاغلبيه العظمى، الاغلبيه العظمى بالعكس الناس بتقابلنا بطريقه رائعه جدا في اي مكان احنا بنتواجد فيه، سواء داخل مصر او خارج مصر على فكره. صحيح. فده بالعكس انا بشوف الناس متقبلانا جدا يعني. صحيح. طيب كابتن محمود، لما يجي يتقال لك يا كابتن محمود التهدير مباراه للاهلي والزمالك او للزمالك والاهلي، هل دي بيبقى ليها حسابات خاصه، استعدادات خاصه، ولا بتتعامل معاها كاي مباراه؟ يعني زي ما انت حضرتك قلت في المقدمه، انا كان ليا الشرف الكبير والعظيم، ودي كانت احد امنياتي اصلا ان انا احكم مباراه الاهلي والزمالك، فانا كان ليا الشرف ان انا احكم مباراتين للاهلي والزمالك في العصر الحديث اللي احنا فيه ده. صحيح. يعني انا مش عايز اقول لك هي استعدادات خاصه، هي امنيات خاصه، هي انت اصلا المباراه هي اكبر حافز ليك عشان تقدم احسن ما عندك. مش ممكن يكون يعني فرصه تجيلك مباراه للاهلي والزمالك، مش بس مصر بتتفرج عليها، انا بشوف ان الوطن العربي كله. صح. وفي افريقيا كلها بيتفرجوا على مباراه كبيره زي مباراه الاهلي والزمالك، لان هو الديربي الاول في الشرق الاوسط شينا وبينا يعني. فالمباراه دي انا بشوف ان هو الحافز الاساسي ليك، هي تعيينك للمباراه مش اكتر من كده. استعدادات خاصه؟ لا انا يعني ما عنديش استعدادات خاصه، انا بالعكس انا بشوف ان مباراه الاهلي والزمالك هي فرصة لتقديم جودتك للناس وللعالم كله، وفرصة ان انت تقول ان التحكيم المصري يعني ما زال موجود، وكان يجب لفترات طويلة جدا ان هو يسند لهذه المباريات، واعتقد انا وزمايلي في المباريات اللي اسندت لينا في السنوات الاخيرة ديت، اعتقد حتى الاعلام كان يعني، وانت حضرتك ليك دور كبير في الموضوع ده برضه، كان اشد بالتحكيم المصري وقال لي لا يعني احنا غبنا فترات طويله بعيدين عن تحكيم مثل هذه المباريات، مش بس مباراه الاهلي والزمالك بل نهائي السوبر ونهائي الكاس ولعبنا كل المباريات دي. صح. واعتقد انه يعني لازم ان الوقت حان إن إن, ان 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 احنا نعتمد اعتماد كلي على التحكيم المصري في مثل هذه المباريات. طيب انا لما بقابل عدد من اللاعبين او بتكلم مع اللاعبين في قعدات او في اماكن وبسالهم على الحكام وتعاملاتكم مع الحكام، يقول لي دايما احنا بنحب الكابتن محمود البنا وليها جزء نفسي ومعنوي، هل انت وانت نازل بتتكلم مع لاعبين بتقول لهم خليكم هاديين النهارده هديكم حق، هل في حوار بيحصل بينك وبين اللاعبين تقدر تتحكم فيه في المباراه وتدي قرارات قويه جدا واللعيبه تقبلها كمان؟ انا بقول لك على التفاصيل دي ليه مهمه؟
انه كمان الحكام الصغيرين يفهموا انه الحكم مش بس المفروض يبقى شخصيه قويه وحازمه بشكل اجريسيف او في عصبيه يعني. صحيح. بص انا علاقتي دايما بلاعبين، في اللعيبه طبعا اذكى حد في الدنيا. صح. فانا كلام معين بقوله للاعبين، لا انا زي ما حضرتك قلت، هو القبول بيجي عن طريق العداله. اللعيب لما بيشوف انه بتعامل معاه بنفس الطريقه اللي بتعامل بيها مع لعيب كبير في المنتخب او في نادي كبير، ولعيب تاني في نادي اقل شويه او في مركزه اقل في ترتيبه في الدوري بنفس المعامله، اكيد ان هو بيشوف ان انا بعامل ده زي ده، فبيعرف هو بيروح الاحترام في اللحظه، يعني الاحترام بيوصل للعيب من اللحظه دي. ديت نقطه. النقطه الثانيه، اللعيبه عارفه او بتعرف مين هو الحكم اللي يعني مش همه الوان انديه، بالعكس هو همه بس في الملعب ان هو يحقق العداله بين الفرقتين. فالحمد لله رب العالمين، يعني انا وكثير من زمايلي وصلنا لمرحله ان احنا ان الحاله دي توصل للعيبه. ممتاز. اللعيب لما بيشوف ان الحكم المعيار واحد سواء ليا او عليا، فهو في الاخر بيحترم الحكم ده. صحيح صحيح. كابتن محمود البنا حكمنا الدولي الكبير، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وبهنيك مره اخرى على جائزه اليوم افضل حكم مصري عن مؤسسه دار التحرير. حكم رائع جدا ومحترم جدا.